بمسي على كل حضراتكم سيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من طاقة نور. يا رب حلقتنا النهاردة تكون مفيدة بالنسبة لنا كلنا. الجدير بالذكر حضرات إن احنا النهاردة هنستعرض معاكم ثلاث أشكال مختلفة من العمل الصالح، ده في الجزء اللاحق من حلقتنا النهاردة. ولكن في البداية تعالوا نقف عند تفصيلة أعتقد إن هي في منتهى الأهمية، ولو الواحد فينا وقع فيها هتبقى مصيبة سودة بالمعنى الحرفي للكلمة. تعالوا نتكلم عن الغفلة، ماهية الغفلة ومن هم أهل الغفلة ونعمل إيه عشان نقي أنفسنا من الغفلة. ده الموضوع اللي هنتكلم في تفاصيله مع ضيفي اللي منورني في حلقتنا النهاردة فضيلة الشيخ أحمد دسوقي الداعية الإسلامي. يا مساء الخيرات وأهلا بيك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. مصيبة ولا مش مصيبة إن الواحد يكون غافل؟ طبعا كلمة في اسماء غفلة من اسمها كمان. تعافي البداية نثني على الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم ونقول جميعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا على الدين وبعد. تعالى بس الأول نتكلم مع بعض وندردش، هي الغفلة دي مكانها فين؟ تيجي منين؟ هل أنت بتعملها بإيدك وتصنعها؟ هل العقل مكان الغفلة فين؟ ايه العضو اللي في جسمك بيصدر منه الغفلة اللي بيصدر للغفلة فين بقى؟ القلب. الله يفتح عليك. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف مجلسين، مجلس غير غافل ومجلس غافل. ربنا قال لسيدنا النبي واصبر نفسك، يبقى الموضوع محتاج ايه؟ جهاد مع نفسه وصبر. الله يفتح عليك. مع ربنا، مع يبقى في صحبهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تاني واصبر نفسك. اصبر أول كلمة في الآية من ربنا لسيدنا النبي الصبر، لأن في مشقة في الزمن اللي احنا فيه ده، فعلا أصبح القرب من الله، مش عايز اقول كلمه صعب لان القرب من الله سهل، مش عايز استخدم اللفظ ده، احنا اللي بصعبينه على نفسنا، لكن في معاناه. لذلك ربنا قال لسيدنا النبي واصبر نفسك وجاهد مع النفس. جاهد مع مين؟ مع نفسك. مع نفسك. واصبر نفسك. شوف بقى الصحبه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. اوعى تبص لغيرهم واوعى تحط الناس دول في مقارنه مع غيرهم ابدا. صاحب بياخد بايدك لربنا اوعى تحطه في مقارنه مع حد غيره ابدا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. الصحبه الثانيه، المجلس الثاني، الجانب الثاني، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. يبقى الغفله بتيجي منين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا انا قصدي من القلب العضو طبعًا. اللي بينبع منه الغفله بس من اغفلنا. وايوه ولا تطع، الله يفتح عليك، ولا تطع من اغفلنا، اغفلنا ايه؟ قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ماشي مع مين؟ هواه. وكان امره فرطا. لذلك يبغض الله سبحانه وتعالى العالم بالدنيا الجاهل عن الآخرة. الغفلة اللي هو فيها الشخص ده اللي هو المجازي ده، يعني جاية منه نبع منه هو، ولا هرجع تاني معاك للآية الكريمة من أغفلنا قلبه عن. حلو. إن استنى، واتبع إيه؟ هواه. هواه. كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى أعطاله طريقين، قد أفلح من زكاها وقد خاب إيه؟ من سأ. طريق الخير وطريق إيه؟ الشر. أنت هتجابد نفسك وهتجابد هواك وتمشي في طريق الخير، ولا كل اللي يملأ عليك عقلك هتتبعه؟ وده برضه ممكن يرجعنا شيخ دسوقي للقضيه الازليه بتاعت الانسان مسير ام هو مخير. فكره ان طب ما انا غافل لان ربنا اراد لي هذه الغفله مثلا. ما دي زاويه معينه في ناس بتبرر لنفسها بيها. حلو. ولا هي نبع تاني، ده السؤال، ولا هي نبع من الذات برضو؟ نبع من الذات. بس في نقطة عايز أقول لحضرتك حاجة. اتفضل. انت دلوقتي كواحد شاب قاعد قدامي، الشباب بتوعنا بتوع أصحابنا بتوع الأيام دي، قلت له قوم تعالى نصلي،
شوف حركته وقايم عامله ازاي، الهمه، شوف الحركه بتاعته عامل هو قايم عامل ازاي. ولو واحد تاني زميله قال له تعالى هنروح نسهر الليله دي في المكان الفلاني على حساب صاحبنا التاني وعمل لنا قعده ما حصلتش وكل حاجه على حسابه من قفل من قفل الياء، شوف هو هيقوم معاه الحركه بتاعته هتكون عامله ازاي. أيوة. في الوقت ده يقول لحسانة مسير ان انا اروح معاه، قصدي انا مسير، انت مخير، مخير، ما فيش حاجه اسمها واحد ينام صلاه العشاء قاعد وربنا مش رايد لصلي، يقول لك ايه احسن ربنا مش رايد لصلي. ايوه ده نفسه خبيثه، ايمانه ضعيف بالله سبحانه وتعالى. انت امشي على الصراط، انت مسير في اقدار الله الكونيه، ركز معايا، مسير في اقدار الله الكونيه. هروح المكان الفلاني هيحصل لي في الطريق وانا ماشي حاجه، ده تسيير قدرية، قدرية، دي أمور قدرية. أما في طريق الخير والشر، ركز معايا، في طريق الخير والشر قد أفلح وقد خاب. أيوه. في طريق خير وطريق شر قد أفلح وقد خاب. جالي ولد، ودي أمور مسيرة، مكتوب لي هيرزق إيه؟ هيبقى 5 قروش، وهتجوز مين وإمتى وفين، وهيجيلي رزقي في الأولاد كام والعدد والنوع، وده هيتولد في المكان الفلاني وفي الساعة الفلانية، كل ده أمور مسيرة. لكن طريق خير أصلي ولا ما أصليش؟ تقول لي أنا مسير؟ لا، أنت مخير. لذلك ربنا ادالك إيه؟ عقل. خلاص بقى امشي زي الحيوان، خلاص، وقول أنا مسير، امشي زي الحيوان. ما الفرق بين الإنسان وبين الحيوان؟ العقل في العبادات أصبح. لذلك يقول لك الإنسان ده مكلف ولا مش مكلف، يعني وصل سن إيه؟ سن بلوغ العقل. طبعا. سن التكليف بلوغ العقل. طبعا. عشان يعرف يميز بين الخير وبين الشر. ومن قبل سن بلوغ العقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر الآباء ويقول لهم رب أولادكم وعرفوهم الطريق، خلاص علموا أولادكم الصلاة إيه؟ لسبع، واضربهم عليه ايه؟ في 10. فدي امور مهمه جدا لازم تتضح عند كتير قوي من الشباب. يعني اهل الغفله هم اللي اختاروا غفلتهم دي، هو اللي اختار بايده. لذلك الايه بدات بكلمه واصبر. أيوة. خلاص، ولا تطع واتبع هواه. واصبر واتبع هواه. فكلمه الغفله من القلب نعوذ بالله ان نكون منهم. الله، وده داء. طيب سؤال بقى، هل في أعمال معينة، طاعات معينة، سلوكيات معينة، إيه اللي الواحد يقدر يعمله عشان يبقى دايما يقي نفسه من الوقوع في الغفلة؟ الصحبة. لازم، مش هقول لك صلي، ما هو ده أمور طبيعية ومعروفة، بس أحيانا إحنا كبشر تلاقي بتيجي وقت تقوم واقع. مش هقول لك المفترض ما فيش حد يقع في الصلاة خالص أبدا. طبعا. لكن أنا بتكلم البعض من الشباب ممكن يصلي يوم ويسيب يوم. إيه السبب إن هو ما بيداومش؟ سيدنا موسى قال هارون أخي أشدد به أزري. ربنا أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لازم لك عصاية تسند عليها. العصاية بتاعتك مين؟ أخوك هو ده اللي ممكن تسند عليه، هو ده اللي ياخد بإيدك. من اللي واجي وقت الصلاة أقولك يلا قوم نصلي وبعد كده نكمل شغلنا؟ من اللي فعلا من الشلة بتاعتك اللي فعلا وانتوا قاعدين مع بعض في وقت الاندماج في الشغل اللي انتوا شغالينه ويجي إيه وقت الأذان يقولك قوم نصلي، مين ده؟ تعرف تشيله من وسطهم؟ هيقول لي عنده سلبيات، ومن فينا ما عندوش سلبيات؟ لكن ده أحسن الوحشين. أيوه. فهمت قصدي إيه؟ مين العصاية بتاعتك فعلا اللي تقدر تسند عليه؟ مش عايز أقول أبوك لأن أبوك هو العمود الفقري لك، بس أنا بقول في الزمن اللي احنا فيه دوت من الحلقة الكريمة بتاعتنا، كل ولي أمر صاحب ابنك وتعامل معاه بطريقة فيها حكمة عشان الفجوة بينكم ما تبعدش، وكون انت الصاحب في الايام اللي احنا فيها دي. ليه اصحاب كتير جدا، بس انت الصاحب القوي اللي من خلالك عرف ازاي يصلي.
من خلالك عرف طريق ربنا سبحانه وتعالى، من خلالك بيشرب سجاير وسمع وماله. انت بقى هنا تغافل. وهنا فرق بين الغفلة والتغافل. التغافل ان انا عارف انك عملت الغلط واعمل مش واخد بالي، واعمل مش واخد بالي بس انا عارف بس عشان خاطر ايه احل مشكلة واقوي من شخصيتك واعرف اقومك صح وعالجك صح. عرفنا الفرق بين الغفلة والتغافل؟ تمام. طيب دلوقتي مش برضو للعمل الصالح برضو قول في مسألة انه يقي الانسان مننا من الوقوع في الغفلة؟ طبعا يدعون ربهم بالغداة والعشي، دعوة الله ليست كلام. حلو حلو، بفتح عليك. هنتكلم بقى على الجزء الفعلي فيها وجزء العمل اللي فيها، وتعالوا ابتداء من دلوقتي بقى نستعرض مع حضراتكم ثلاث اشكال مختلفة من العمل الصالح والاعمال الخيرية الجميلة. تعالوا نبتدي باخر المستجدات في ملف الوقف في مؤسسة نبض الحياة، تابعوا معنا. عمل الخير مع مؤسسة نبض الحياة بقى أسلوب حياة. أيوة أسلوب حياة، مع جمهور نبض الحياة اللي دايماً بينبض بالخير وبينبض بالعطاء. وبدأنا مع حضراتكم وكلكم عارفين بوقف النخيل الخيري، والنهاردة بإذن ربنا وبفضل الله سبحانه وتعالى في الموسم الأول من زراعة وقف الزيتون المبارك. النهاردة من على أرض الواقع نبض الحياة بتطور في حاجة اسمها الوقف الخيري. النهاردة كل واحد فينا النهاردة يقدر يقول بكل ثقة إن نبض الحياة الرائدة الأولى في الوقف الخيري على أرض القنانة مصر. شجرة مباركة في أرض مباركة، وقف الزيتون جنب وقف النخيل، الاتنين بيكملوا بعض بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة إحنا بنحب نشارك معاكم اللحظات الجميلة دي. ما شاء الله ما بقاش في حد يجي في مؤسسة نبض الحياة عشان يشارك في وقف النخيل إلا ويكون لي شجرة في وقف الزيتون. نبض الحياة وفد بوعدها ببدء الزراعة في وقف الزيتون بأرض البركات بالفرفرة في محافظة الوادي الجديد، وكان معانا المتبرعين عشان يشوفوا غرس أول شجر ليهم في وقف الزيتون مع مؤسسة نبض الحياة. وعشان ثقة المتبرعين في نبض الحياة كان في تبرعات بأكتر من شجرة زيتون. دايما متعودين مع نبض الحياة على التنوع في أعمال الخير وخاصة في الوقف. عملنا وقف النخيل الخيري وعملنا وقف الزيتون المبارك، ومعانا ومعاكم دلوقتي قدام وقف الزيتون المبارك. معاك حسن الرشيدي، انا متبرع بنخيل وكمان بالزيتون ان شاء الله 6 شجرات، وانا يعني كل ثقه بمؤسسه نبض الحياه على طول، هي دي في قلبي في قلبي، وربنا سبحانه وتعالى يجازيكم كل خير عنا ان شاء الله. انا في قمه السعاده لان الناس انا حاسس بيعملوا العمل لوجه الله، هم لا يبتغون به إلا وجه الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبنيتكم ترزقون. فربنا رزقنا متبرعين وربنا رزقهم ناس حريصين على أن أمانتهم تكون في مكانها الصحيح. واللي شارك في المرحلة الأولى بوقف الزيتون صدقته هتحقق ربحها وخيرها خلال سنتين، وعائد شجرة الزيتون هيصرف في كل حملات الخير اللي بتقوم بيها نبض الحياة. تكلفة شجرة الزيتون 1000 جنيه، والصك بزراعة 5 شجرات 5000 جنيه. هنيئاً لكل واحد كان السباق معانا في وقف الزيتون. احنا لسه بنفتتح الأرض ب50 فدان بفضل الله سبحانه وتعالى، هيتملوا خير وبركة، وهيكون معانا مرحلة تانية وتالتة ورابعة زي وقف النخيل بالظبط. استمتعوا يا جماعة بالسابقين في عمل الخير اللي افتتحوا معانا أرض الزيتون. مع وقف الزيتون صداقتك هتكون ممتدة وخيرك هيعم غيرك. اتصل على 15 740، يصلك مندوبنا. طيب يعني كده نقدر نقول ان الحمد لله انتهت على خير المرحلة الأولى. نعم صح كده؟ الحمد لله. طيب خلينا بقى نعرف الناس أصلا من البداية، ليه فكرتوا ان انتوا كمان تخوضوا بقى في مسألة وقف الزيتون المبارك؟ موضوع التنوع في الأعمال الخيرية أمر مهم جدا، وخاصة في الأعمال الاستثمارية الخيرية. عمل خير بس استثماري، يعني إيه الكلام ده؟ يعني في عمل خير مش استثماري، كل أعمال الخير استثمارية في الآخرة. لكن أنا بتكلم إنك لما بتعطي صدقة ده عمل خير، بس هل هيجي منه حاجة ممكن تاخدها وتعطيها لحد تاني؟ لا، يبقى ده اسمه عمل خير مش استثماري. لكن عمل خير استثماري يعني أنا عملت عمل خير، فكرة المشروع في حد ذاته، مشروع بيدر ربح
يضر ربح، يهدف للربح. ايوه، وكلنا بنحب، الناس كلها بتحب اي عمل بيجيب ربح. اكيد. لكن لما يكون مش ملكك وبتعمل وبيجيب ربح، فملك الله سبحانه وتعالى، فالامر ده بيبقى اهم. نبض الحياه اشتغلت في موضوع الارض ألف فدان، وفضل عز وجل دي كانت المرحله السادسه، وان شاء الله المرحله السابعه الاخيره في النخيل. في النخيل. ألف فدان في النخيل. فطبعا وانت ماشي في الطريق، موضوع الزيتون فعلا بعد دراسه جدوى تمت كما تم قبل ذلك دراسه جدوى في موضوع في النخيل، لان الموضوع مختلف تماما وحاجه حلوه جدا. طب احنا هنعمله فين؟ شفنا كم ارض، لكن الارض دي اللي في سهل قروين في الفرافره محافظه الوادي الجديد، فعلا ارض مباركه، ارض فيها راحه طبيعيه. خدنا جنب الالف فدان مباشره حتى الجزء لوقف الزيتون كشجرة مباركة رقم واحد، تم دراسة جدوى فعلا. رقم اتنين، مش أي زيتون، زيتون معين للعصر. كنت متخيل زمان إن أي زيتون ممكن يتعصر، لا ده هو زيتونة معينة اللي بتتعصر. خلاص، فنبض الحياة دايما بتاخد الشيء المميز اللي هو يدر لك عائد أعلى. طبعا جميل. اللي هو يدر لك عائد كبير جدا. يعني لما جينا في النخيل اخترنا ثمره اسمها ثمره ايه؟ مجدول. ولما جينا في الزيتون اخترنا ايه؟ النوع ده تحديدا اللي هو القابل للعصر. الله يفتح عليك. جينا في المنطقه دي قابلتنا مشكله. ايه هي المشكله؟ صحراء، مكان متسع فسيح طبعا. فطبعا شجره الزيتون مش زي النخله، تزرع تبقى رفيعه. طبعا. فالهواء هيكسرها على طول. ايه اللي ممكن نعمله؟ قال لك في اقتراح، يتعمل صدادات شجر على حافه ايه؟ المزرعه من بره، معمول بس مش من المنطقه دي، مش هتبقى كفايه كمان خاطر. مع العواصف اللي في المنطقه طبعا دي. لا، وانت لو حبيت تعمل الحائط الصد ده من الاشجار على ما تبدا تيجي تزرع، فقدامك سنتين ولا حاجه. يكون الشجر ثابت في الارض بقى وتد. البديل ايه بقى؟ اللي هو العصايه اللي شفناها. ايوه، الخشبه اللي هي اللي هي بتسند عليها شجرة الزيتون، بتستند على الخشبة دي لغاية ما تقوى في الأرض ويكون لها جذع أصلها ثابت. أيوة. أصله إيه؟ ثابت. ثابت. وبعد كده خلاص موضوع الشجرة دي بتشال تاني خلاص بعدين. حلو. فموضوع إنك تعمل هتكون الرعاية واحدة، موضوع وقف الزيتون لما يكون جنب وقف النخيل، الرعاية هتكون واحدة، العمالة هتكون واحدة. طبعا. وهيكون على طول 24 ساعه في العين عليه، زي ما 24 ساعه العين على وقف. وبرضو قسمتوا حته الارض اللي خدتوها دي برضو مراحل زي ما عملتوا في وقف النخيل. دي المرحله الاولى اللي احنا شفناها الان، اللي هي اجمالي مساحتها قد ايه؟ وقف الزيتون هي الوقت ما يقرب من 50 فدان. جميل. اللي هو هيتم زراعتهم في المرحله الاولى. طبعا تخيل بقى لما يكون الزيتون مع التمر، حتى كمان من الاسم، حتى اللي ما يعرفش يعني ايه دراسه جدوى وما يعرفش يعني ايه اعمال ولا يعرف بيزنس ولا يفهم الكلام ده كله، انك لما تقول له انت زارع التمر ومش اي تمره، تقول له بس تمره اسمها المجدول وزارع زيتون، الثمرتين دول حتى بيروحوا الاعصاب انك تسمع بس. طبعا. فما بالك بقى لو انسان فاهم. صحيح. طيب خلينا نقفل دلوقتي الملف ده ونطلع فاصل ونرجع نتكلم على برضو آخر المستجدات، بس المرة دي في ملف سقي الماء. خليكم معنا. اهلا بكل حضراتكم من جديد. خلوني اعرفكم ان مؤسسه نبض الحياه ليها اربع عناوين مختلفه هيظهروا حالا على الشاشه قدام كل حضراتكم، وهو ظهروا بالفعل اهو على الشاشه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن اخر مستجد في ملف سقي الماء. المستجد ده اللي هو محطات التنقيه والتحليه. تابعوا معنا. في رحلاتنا المتتابعه داخل مؤسسه نبض الحياه لافتتاح إحدى محطاتنا من خلال المشروع العظيم اللي أطلقته مؤسسة نبض الحياة، الموضوع كان بيقابلنا فيه تحديات كبيرة جداً، صعوبات كتيرة. حضراتكم عارفين إن تكلفة محطات تنقية المياه بتبقى عالية شوية، كمان العائد بتاعها من النفع على الناس بيبقى كبير، ما بيبقاش بيفيد بيت، ده بيفيد بيوت، ما بيفيدش أسرة، ده بيفيد أسر. مؤسسة نبض الحياة مش بتسعى إنها تسقي الناس كوباية مية نقية، لا، بنسعى إن إحنا نسقي الناس أنقى كوباية مية. لأن معنى كوب ماء نظيف يعني صحة نظيفة، يعني توفير أماكن في مستشفيات،
يعني توفير عقل سليم، توفير صحة سليمة. فحرص مؤسسة نبض الحياة على القيام بهذا العمل الجليل إنما هو تقديم خدمة لإخواتنا الأولى بالرعاية في هذا المجتمع. أشكر مؤسسة نبض الحياة. المحطة دي تعتبر أكبر محطة في البلد وبتخدم حوالي عن 30,000 نشمة، ففعلا ندعو لهذه السيدة دائما أبدا. الحمد لله رب العالمين، توفيق ربنا سبحانه وتعالى في ان احنا ننتشر بمحطات التحلية وحدات المعالجة يعني سبق منقطع النظير. حاجة كده تفرح وحاجة تشرف. المحطة دي بتخدم على ايه يا جماعة؟ بتخدم على اكتر من 30,000 نسمة، مع ان ممكن يكون عدد القرية هنا اقل من 30,000، ولكن مؤسسة نبض الحياة دايما بتسبق بخطوة، دايما سباقين، ما بنبصش تحت رجلينا، احنا بنبص لقدام تبع الزيادة السكانية اللي كل لحظة الناس بتزيدها. شارك معانا عشان نعمل محطة واثنين وعشرة وألف إن شاء الله مع مؤسسة نبض الحياة. تقدر تعمل محطة، باب الخير مفتوح لحضرتك. ما تقدرش، ما تحرمش نفسك من إنك تشارك حتى لو بجزء بسيط، أكيد هيسبقك عند ربنا وهيشفع ليك عنده. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، يعني أعداد المحطات اللي بيتم افتتاحها في ازدياد. نعم. يعني وصلنا لكم محطة لغاية دلوقتي؟ دلوقتي بفضل الله عز وجل دخلت في 15 محطة. الله وصل عليك. كان خير 15، أنا آسف، كان في محطة لسه الأسبوع الماضي في سوهاج، يبقى 16 محطة. الله الله الحمد لله. ف وخلي بالك كانت فين؟ سوهاج. سوهاج واجه إيه؟ إبلي. طبعا إبلي طبعا. وقبلها كانت في إنا. وقبلها كنا في البويطي. اثنين في البويطي. فانت بسم الله ما شاء الله نبض الحياه شغال. احتمال يبقى في محطه ثالثه في البويطي كمان ان شاء الله. هما كده ثلاثه. الاثنين اللي هناك دول مش كافيين الناس؟ هما ثلاثه. هو كده لغايه دلوقتي ثلاثه. نبض الحياه قام. يعني كلام على ان في واحده رابعه. ما شاء لكن الله. لكن الموجود ثلاثه. طب ليه في منطقه واحده في هذا الكم من المحطات؟ برضه نعرف الناس. انا كنت مفكر البويطي دي جزء صغير، مساحات كبيره جدا وعدد كبير جدا من الناس موجود فيها. المحطة بتخدم أكتر من 25,000 نسمة في الواحات. في الواحات هناك، والعدد كبير جدا من الناس في هناك وعدد. وخلي بال حضرتك موضوع إنك تعمل محطة جنب مدرسة جنب في البويطي هناك. كان أتذكر في محطة من الثلاثة هي موجودة جنب مدرسة مباشرة. الضغط هناك عليها كتير جدا. أكيد. تكلفتها في البويطي بتختلف عن تكلفتها في أي مكان تاني. مش معنى تحط لها مواد معينه بتعالج ماده الكبريت وماده نظرا لطبيعه الميه اللي عندهم. ايوه طبعا. الاستاذ عبد العزيز بيقول لك ان هي فعلا بتتكلف كتير جدا وبتخدم ناس كتير، عدد كبير جدا من الناس. يعني العمل ده مش زي مثلا ما بتوصل عداد، مش زي ما بتعمل نخله، لا عددها كبير، بتعدى 250,000 من بدري. تكلفه المحطه تبنى دلوقتي نفسي اشارك في عمل محطه، هل لازم يكون معايا المبلغ ده؟ ابدا. في محطه من المحطات في مركز كوم حماده عدد اللي كانوا مشاركين فيها اكتر من 100 واحد. تمام. اكتر من 12 يافطه، 12 يافطه، كل يافطه عليها اسره. الاسره دي فيها 7 و8 و10، كنا بنقعد نقرا اسمائهم كده عشان نعرفهم ان حاجتهم بمواصله المكان الصحيح. عدد كبير جدا من الناس مكتوبين على اليافطه دي. فالشاهد من الكلام ان الملف ده مهم جدا، مش زي موضوع انك توصل ميه للناس، لا انت بتبص الماضي وصلت، بس المشكله في ان هي بتواجههم في مشكله تانية، مشكله صحيه محتاج في اماكن معينه، فمحتاج لازم محطه لتنقيه ومعالجه المياه. نبض الحياه نحت هذا المنحى فيما يقرب من سنه ونص بفضل الله. دخلنا لما كنت بتروح تعمل وصلت ميه يقول لك كتر خيركم وانتوا شلتوا من علينا عبء كبير جدا. كنا فعلا بنمشي عشرات الكيلومترات في اليوم، مش المشوار الواحد، لا لو جمعت اليوم رايح جاي مرتين ولا ثلاثه في اليوم واليومين، فبتقطع مسافات كبيره. في الحر مشقه، في الصيف في الشتاء مشقه. فانتوا وصلتونا الميه لغايه البيت، كتر الف خيركم، جزاكم الله خيرا، شلتوا من علينا عبء كبير جدا. الحياه كانت بتسمع مثل هذه الشكاوى كثير جدا 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 جدا.
طب ايه الحل؟ هل فعلا انا ممكن ادخل في الحملة دي محطة لتنقية ومعالجة المياه وهنجح فيها؟ طب انا الموضوع صعب ليه؟ مياش واصلة ب5000 جنيه، واحد اتبرع ب2000 وممكن 3000 جنيه هتجيبه مع حد من تاني، فالموضوع يتشال وتعمل. ما هوش بير ب25000 جنيه علشان خاطر ممكن واحد يتبرع بنص ولسه فايق النص لسه ما خلص. ما هوش ما هوش ما هوش ما هوش نخل ما هوش كذا ما هوش كذا. ليه؟ لان ده عمل محتاج لا يقل عن ربع مليون. لا يقل عن ربع مليون. فانت انك تفتح في محطة وتلاقي مثلا ما جمعتش فيها الا 50000، وتلاقي المكان الفلاني اللي انت رحت عملت عنده معاناة خلاص انت عديت عليه 3 اشهر ولا 4 اشهر لسه ما عملتهاش، فيبقى موقفك ايه قدام الناس دول؟ فايه ولا انت موقفك ايه بينك وبين نفسك وبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ لدرجه واحنا كنا في قنا، اظن مش عارف مركز ايه بالظبط اللي هو على اطراف قنا مع بدايه الاقصر، المحطه واحنا لما رحنا نعمل هناك محطه، فان احد الناس اللي في القريه قالوا لنا هتيجوا ولا تعملوا زي غيركم؟ الكلمه دي والله العظيم سمعناها، هتيجوا ولا تعملوا ايه زي غيركم؟ يجي يصور ويعمل معاناة. خلي بالك انت في الحلقات معانا بتشوف معاناة بدون انجاز، بشوف دايما انجازات بفضل الله سبحانه وتعالى. طب احنا لا بتوع عرض شو ودول محتاج، لا احنا بفضل الله عز وجل بتعمل بتشتغل في صمت بتقول شغل يا وده نبض الحياة بتتماس في هذا الامر. قلنا لها غيرنا، قالت لك بقى لها سنين كان هنا من كام سنة كام وبدون ذكر اسماء كام حد جه هنا ولا حياة المنتو ناجي. طب حلو، ايه الحل؟ قال لك انتوا فعلا هتعملوا. كان اتذكر الموقف ده كان الاستاذ محمد رضا مدير المشروعات كان موجود. قلت له استاذ محمد هتعمل ايه؟ قال لا شهر واحنا ماشيين. قال لي قبل الشهر هاجي لها. فعلا ما عدناش في الاسبوع، دخلنا في الاسبوع الثالث وكنا رحنا افتتحنا المحطه وهم استغربوا وما كانوش مصدقين. طبعا اكيد لما رحنا قعدنا معاهم الناس، تعرف امهاتنا في الصعيد يعني تبقى صعب علينا ان هي تزغرط او الكلام ده كله، عايز اقول لك كميه الفرح عند الناس. فعلا انتوا ناس محترمين، انتوا ناس صادقين، انتوا ناس كذا، انت ولا تعرف يعني ايه اصل الناس دول اللي احنا كنا عندهم، ولا مين اللي اتبرع ولا مين اللي عمل، ما يعرفوش اصلا يعني ايه نبض الحياه. طبعا يعني ممكن يكون امهاتنا دول مفكرين نبض الحياه دي اسم قناه في التلفزيون المصري ولا في حاجه، ما يعرفوش بصداء خالص. يعني ما فيش مزاء مواقع التواصل الاجتماعي والكلام ده كله غزا البيوت عندنا. لا اكيد اكيد طبعا. فهم ما يعرفوش مين نبض الحياه اصلا. حتى لما كنا احنا رايحين فقالوا لنا على اسم المؤسسه مفكرين ان هم احنا مثلا، فالاستاذ محمد رضا قال لا شهر، ادينا شهر وانت هتشوفي المحطه دي مسلمه. واحنا راجعين قلت له هتعمل ايه؟ ده انت عندك هم ما يتلم ولسه. قال لي قبل الشهر. قال لي قبل الشهر والله، وبالفعل وقد كام قبل الشهر الموضوع خلص. طب ده الحمد لله برضو يعني في الاعداد اللي احنا بنتكلم عنها من المحطات اللي انتوا افتتحتوها في الفتره الاخيره، سهل ان الواحد يستنتج ان ما شاء الله في اقبال من الناس على الملف ده. جدا 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 الناس فاهمه اهميته وانعكاسات وجوده على اهالينا المستحقين. هقول لحضرتك حاجه، كتير من الناس بيتعب، وخاصه لما يمس جزء الكلى بيعرف قيمة المية اللي هو بيشربها. صح اكيد مليون في المية. دول عدد كبير جدا من الناس موجود دلوقتي، دول بيتفاعلوا معانا بسرعة. العدد التاني من الناس هو ممكن ما يدركش خطورة الامر ده، لكن شايف عندك ثقة، شايف عندك مصداقية انك كل يوم بتعمل ابديت للاعمال اللي انت بتعملها في اي ملف. احنا انا بقعد قدام حضرتك كده ممكن بالساعه كده اذكر كم ملف من اللي اتعملوا وانجازاتهم ايه، وتيجي مثلا بعدها بحلقتين تلاقي فيه جديد انجازات جديده. يعني انت النهارده بتقول لي إيه العدد كام؟ انا قلت لك 15 لان ما كنتش موجود معاهم في المحطه 16 في المحطه 16. فقلت لك بالحق لان هم كان عندي امتحانات ساعتها فاعتذرت وقلت لهم مش هعرف اجي. وعملت ايه في الامتحانات؟ فالحمد لله رفعت راسك ولا ايه؟ طمني عليك. الحمد لله ربنا عز وجل دايما سترنا ما شاء الله. فاتذكر ان انا كنت اخر محطه 15، فتذكرت دلوقتي ان هم كانوا الاسبوع اللي فات فعلا ده كانوا في سوهاج محطه رقم 16. ما شاء الله. فعندك ابديت على طول، يعني دايما تلاقي حد يقعد قدامك محطه منهم هنشوفها دلوقتي انا وانت والمشاهدين من خلال التقرير. اتفضل.
لما اسمك أو صورتك أو شكلك يرتبطوا بالعمل الصالح، فكل ما حد يشوفك يقول ده بتاع العمل الصالح، يخليك ترجع لآيات القرآن الكريم اللي بتتكلم عن العمل الصالح، فهتلاقي كل آية ربنا ذكر فيها العمل الصالح وعد فيها بأمور للإنسان صاحب العمل الصالح. ومن الآيات الجميلة دي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما أجمل أن يجعلك الله سبحانه وتعالى ملجأ للناس، تنفس عنهم كربا، تكشف عنهم هما، تسقيهم من عطش، ترويهم من غلة. ما أجمل أن تكون كذلك، والله سبحانه وتعالى والله لن يتركك أبدا. قدم الإحسان لأن الله يحب المحسنين. المحطة هتنتج يومياً من 20,000 إلى 25,000 لتر مكعب لخدمة ما يزيد عن 30,000 نسمة. إخواننا هنا في حجازة جبلي مركز أوس محافظة قنا في أمس الحاجة، مش لشربة ماء، تل نقطة مية صالحة للشرب، نشرب منها ونطبخ منها ونأكل ونعمل منها الأكل. المحطة الجديدة دي شربنا ميتها، ميتها حلوة جو. شكراً لمؤسسة نبض الحياة. بوجودكم معنا ودعمكم لينا اللي جابنا هنا أول فاعلة خير، جزاها الله خيراً. هدية حضرتك وصلت، والمية الناس بتشربها، والدعوات توصلك تلاقيها في مالك وفي حياتك قبل حتى الآخرة إن شاء الله. ورغب فاعل الخير ألا يذكر اسمه ولا يذكر اسم والده ولا والدته ولا أخته، ولكن أراد أن يكون العمل خالصاً لوجه الله الكريم. نبض الحياة ما اكتفتش في إنشاء المحطة بعملية الفلترة، وقامت بعمل منظومة تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لقتل البكتيريا والفيروسات. اسعى الوقتي واعرف إن سعيك ده هيكون سبب في سعادة لك في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك وانت بتسعى لازم تجود العمل بتاعك، لازم تجود سعيك وتخليه على أعلى مستوى، لأن العمل ده سوف يرى، يعني وانت بتعمل العمل ده هيعرض على الله. وإن شاء الله الخير اللي حضراتكم بتعملوه ستجزون به الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة. دي المحطه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه في هنا حجازه ابلي. ايوه صح، حجازه ابلي. ايوه ده المركز، اخر مركز في قنا وبعد كده الاقصر يعني. انتوا كده كده في الملف ده اظن بتروحوا بموجبه من شرقها لغربها. ما انا اقول لك اهو الاقصر، ومن يومين عندك بعد كده الغربيه مركز كوم حماده، انا اسف البحيره، مركز كوم حماده. شوف بحري وابلي فعلا 16 محطة كده وكده، وفي نفس الوقت برضو الناحية التانية الواحات البحرية. هو انتوا بالمناسبة بتختاروا الأماكن اللي بتفتتحوا فيها محطات بناء على ايه؟ اولا رقم واحد احتياج الناس للأمر ده. طب والناس دول بيوصلوا لكم ولا انتوا اللي بتوصلوا لهم؟ يعني بتعرفوا منين الاحتياج ده؟ نبض الحياة لها في كل مكان او محافظة ما ينوب عنها في ان الناس دول فعلا في امس الحاجة ولا لا. ده رقم واحد. يعني فينا لنا ناس تابعين لنبض الحياة موجودين فينا ولأسوان، وعندك وجه بحري في الغربية. كل حد من دول بيبقى عارف كويس أهل بلده عايزين إيه ومحتاجين إيه. طبعا. ولما حد بيتواصل معانا ويقول لنا فعلا المكان بتاعنا كذا 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 وبيدلنا الداتا كلها كاملة، إحنا بنبحث عن ذلك كمان. عندنا فريق كبير جدا، مدير مشروعات تحته عدد من كبير جدا، بينزلوا بنفسهم ويروحوا ويعينهم هل فعلا الناس دي تستحق ولا لا. ولو حد الوقت اتصل بنا من هنا وقال لنا احنا فعلا محتاجين محطة لتنقية ومعالجة المياه وعاوزينكم تيجوا تشوفوا المكان وكذا، احنا بنروح نتواصل. بس في المحطات مش اشخاص اللي بيتواصلوا معنا، امال مين؟ مين؟ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسة موجودة في المكان بتقول لنا احنا عندنا القرية بتاعتنا فلانة الفلانية وفعلا في امس الحاجه المحطه لتنقية ومعالجه المياه
ومعظم الناس الموجودين في القرية لا يقدرون فعلا أن يقتاتوا إلا قوت يومهم. طب. وفعلا ليه؟ لأن المؤسسة هي اللي بجهة منوطة هنسلم لها المحطة. ده يعني دورها مش مقتصر على التبليغ. لا 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 لازم يستلم مننا المحطة مؤسسة وتحت مسؤوليته بعد كده. طبعا ليه؟ كويس أوي. أنا الوقتي هديك محطة دي فيها أجهزة. طبعا الأجهزة دي شغالة ليل مع نهار. صحيح. محتاجة صيانة. ممكن يساء استخدامها في بعض الأحيان. مش هيساء استخدامها. وهتبقى الدنيا تمام وفل وعشرة لعشرة والدنيا ماشية. بس مش محتاجة صيانة. أكيد. ده لا 100%. في مواد معينة بتتحط شبه يوميا في المية علشان خاطر. وبنسب معينة. مين اللي هيعمل ده؟ ومين اللي هيتابع ده؟ إلا إذا كانت مؤسسة مسؤولة منها بتمضي بينها وبين نبض الحياة بروتوكول تعاون. زي ما احنا في ملف وصلات المية بنمضي بينا وبين شركة مياه الشرب بروتوكول تعاون، هم كذلك بيمضوا بينا وبينهم بروتوكول تعاون، مش انهم يدفعوا فلوس. محدش بالمناسبة بيدفع مليم واحد في أي عمل من أعمال نبض الحياة اللي هي بتقوم بها خالص خلاص. أما اللي هم بيعملوا إيه؟ بيتعهدوا قدامنا اللي هم المسؤولين عنها. حصل أي حاجة مدير الصيانة اللي هو مسؤول عن المحطة. انتوا كمان بتعملوا الصيانة؟ لازم خلاص. المهندس هشام باسم ربنا يبارك فيه ويحفظه مسؤول عن الموضوع ده في أي ليل أو نهار، في أي مكان، في أي وقت من ليل أو نهار أو أي مكان بيكلموه وبيتواصل معهم فورا. هايل. فإنك لما تعمل عمل زي ده ينفعش تديه لشخص. طبعا شخص طبعا. ده ممكن يكون مهمل طبعا. ممكن يحصل له ظروف ما يعرفش. صحيح. مش فاضي. صحيح. او يمرض يموت. ربنا يطول في الاعمار. لكن لما تكون مسؤوله من كيان هيحافظ عليها على طول اول باول. بالنسبه بقى لتبرعات الناس، هل في حد ادنى للتبرع في ملف المحطات؟ محطه لتنقيه ومعالجه المياه زيها زي غيرها من جميع الاعمال التي تقوم عليها مؤسسه نبض الحياه. لا فيش حد ادنى ولا حد اقصى. عظيم جميل. طيب هنقفل دلوقتي الملف ده ونطلع فاصل ونرجع نفتح ملف جديد. خليكم معنا. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. خلوني افكركم كمان مره بالعناوين الاربعه المختلفين لمؤسسه نبض الحياه وهم ظهروا قدام كل حضراتكم على الشاشه. وبما اننا جت سيره وقف النخيل في الجزء الاول من حلقتنا النهارده فما ينفعش نفوتها كده، لازم برضو نقف عند وقف النخيل، وخصوصا ان هو بسم الله ما شاء الله كل يوم والتاني في مستجدات وكل مستجد احلى من اللي قبل منه. تابعوا معنا التقرير ده. في وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة كان موعد المتبرعين مع زراعة المرحلة السادسة في سهل قروين بالفرفرة. ومع طلوع الشمس في مزرعة مؤسسة نبض الحياة ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل نافعاً للبلاد والعباد وللإنسانية جمعاء، وأن يجعله في موازين حسنات كل من ساهم فيه، وأن يغفر لموتاهم وأن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يبارك لهم في أولادهم وفي أسرهم وفي دينهم وفي أموالهم، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة. 1500 متبرع قدروا يكونوا من السعداء اللي زاروا وقف النخيل بنبض الحياة عشان يزرعوا نخلتهم بأيديهم. النخلة دي إهداء لروحها جدي وجدتي، في ناس كتير قوي محتاجة للمساعدة دي، فياريت كل واحد لو بإمكانه إن هو يساعد إن شاء الله حتى لو بمبلغ بسيط ما يتأخرش عن ده. دي تاني سنة آجي، أنا جيت السنة اللي فات زي دلوقتي بالظبط زرعت نخلة ليا وللأسرة عندي. السنة دي جاي لأختي الله يرحمها ولأخويا الله يرحمه وأختي التانية موجودة لسه. زرعت لهم نخلتين دلوقتي. وجيت زرعت نخلة لجوزي، فحسيت ان هنا جميل وان شاء الله ربنا يكررها لي ويديني وانا اعمله اكتر من كده. عاملها البابايا سيد ابو طالب ربنا يخليه، يا هو بابا حب يعمل حاجة وهو لسه موجود ربنا يخليه ويبارك في عمره. وكل متبرع من اللي شرفونا قدر يشوف انجاز المراحل السابقة من وقف النخيل لمؤسسة نبض الحياة. وده اللي خلاني افتكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. الإنسان ممكن يتحول عنده عمل الخير من مشقة وتكليف لمتعة لما بيثق في مكان
ويشوف قدام عينه الإنتاج، ويشوف قدام عينه الخير اللي بيخليه يشوف رؤى لأبعاد كبيرة جدا، وده اللي بيتحقق في مؤسسة نبض الحياة في وقف النخيل. احنا هنا بنبذل قصارى جهدنا طول الوقت علشان نوفر أفضل العناصر وأفضل جودة في كل فسيلة بتتحط في الأرض، وأفضل المتابعين وأفضل الاستشاريين اللي بيضمنوا لحضرتك إن صداقتك الجارية اللي أنت بتحطها في مشروع وقف النخيل الخيري إن شاء الله المدة الزمنية بتاعتها بتتحقق في أقل وقت، والمعيار الخاص بالجودة حضرتك بيكون مضمون لك بأفضل متابعة إحنا بنقدمها لك داخل مؤسسة نبض الحياة. ولسه نبض الحياة مكملة معاكم في وقف النخيل بمراحل جديدة عشان الخير يفضل مستمر. احنا كده نقدر نقول ان بفضل الله تم الانتهاء من زراعة 6 مراحل كاملين من وقف النخيل. الحمد صح كده؟ طبعا الحمد لله. مرحلة 7 و8 ولا الدنيا هتمشي ازاي بعد كده؟ المفترض ان شاء الله عز وجل بعد ما شئت ربنا سبحانه وتعالى ان المرحلة 7 دي خلاص كانت خلصت سهل قروين. نبدأ بقى في سهل بركة منطقة اخرى في الفرافرة نبض الحياة واخدة فيها 8000 فدان. بعيدة عن الأرض الأولانية ولا؟ لا هي بينا وبين بينا بين دي وبين دي ما فيش ساعة قل يعني. إن شاء الله قريبة جدا. المهم إن هي فين؟ في الفرافرة. ونفس طبيعة الأرض ونفس نوع التربة ونفس الأجواء ونفس كل حاجة، نفس كل شيء. حلو. أنت لما أنت نزلت خدت 1000 فدان كان أقصى طموحك هيتعاملوا على كام سنة؟ صحيح أكتر من 10 سنين. ورقم واحد، رقم اتنين كان على يمينك فاضي وشمالك وقدامك وراك وكانت الدنيا لسه ايه؟ طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى اول ما نبض الحياه نزلت في المكان، نبض الحياه ككيان بعيد عن الاشخاص نزلت في المكان، والله العظيم المكان ازداد بركه واصبح عن اليمين والشمال وفوق وتحت الدنيا كلها قفلت، ما عدتش عارف تاخد تزود منطقتك لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. بتتفاوض مع ده تبيع لي. الصحراء دي بتخضر جدا بعيدا بقى عن كل اللي احنا بنتكلم عليه، الفكره نفسها فكره جميله. احنا عندنا صحراء بمساحات شاسعه لو 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 احسننا التعامل معها واستغلال يعني استغلالها فعلا حقيقي مصر ممكن تبقى سلة طعام العالم بالمعنى الحرفي وبدون اي مبالغه. والله ده اللي انا بقعد اقوله طول ما احنا ماشيين في الطريق كده عشرات الساعات وكميه ارض صحراء مش بور يعني مش غير صالحه للزراعه والله ابدا، انت كلها تسال ان هي تزرع بعدين احنا زرعنا وايه يعني. تخيل منطقه دي كده متر شجر نخله في مكان متر ممكن تدخلك كام عشرات الالاف في السنه. طب. شوف بتجيب كام فسيله طبعا. الفسيله دلوقتي اتعدت 1500 جنيه، وبتجيب 100 كيلو الكيلو دخل دلوقتي عدد 300 جنيه، يعني شوف كام الف في السنه. ولاده الاسعار هل الوضع هيختلف في المراحل اللي جايه بعد كده؟ طب اي حاجه في الدنيا بتختلف. لا يا طب انتوا قعدتوا 6 مراحل كاملين في موضوع الرقم هو هو في الرقم هو هو في في سعر الفسيله اللي انت بتشتريها بما تشمله اللي انت اللي انت بتزرعها. أيوة. ليه؟ لان ستر ربنا سبحانه وتعالى علينا. الصوب اللي حضرتك بتشوفها في التقرير الصوب دي كان فيها فسائل صغيره. ايوه فايه فسائل صغيره. الفسائل دي هي دي اللي اسعفتنا هنا لانك انت كنت شراب ثمن في ايام الرخص. هي دي اللي اسعفتك. وستر ربنا سبحانه وتعالى علينا برضه ان شاء الله اول ما تبدا في ال 8000 هتكون المرحله الاولى عملت ايه؟ طبعا كده خلاص اثمرت بقى تمام. جابت الامهات جابت ايه؟ جابت فسائل حواليها. اللي انت بتشوفها الوقت حاليا جنب الزرع. أيوة جنب التمر هتلاقي الفسائل بدات تطلع. طبعا عايز اقول لحضرتك ده والله هقول هي بركة دي. كل حاجه بتبقى من هي من عند ربنا ما تتكلمش يعني ايه. هي انت بدل ما كنت الوقت هتبيع لغيرك تعدي الفسيله تمنها كذا والكلام ده كله، انت الوقت ما عادش هيكون عليك تكاليف الا الارض. الارض والبنيه التحتيه. طب. ليه اللي هو الزراعه والابار والكهرباء والامور دي كلها هي دي ان شاء الله عز وجل تكون تكلفه عليك. غير كده بدل ما تبيع ده خلاص خد فلوس دي حطها هنا وتنفق في سبيل الله سبحانه حلوة. وتعالى. فهي جت كده توفيق من عند الله. وكل حاجه من اول مشروع ده هو والله العظيم توفيق. تذكر اول حلقه كنت في قناه ما وقاعدين بنعلن لسه على المشروع وحاجه فكره جديده وانك بتتكلم عن مشروع جديد وحاجه اسمها وقف واستثمار خيري مصطلحات غريبه. وقف واستثمار خيري
وايه ده وهتروح تزرع فين وهتعمل ايه وازاي مؤسسة تعمل حاجة زي كده. معروف ان المؤسسات بتساعد لحظي فوري، فكرة استثمار خيري دي فالموضوع صح. فانت بتعمل وخايف ويا ترى المشروع ده هينجح ولا مش هينجح. فسبحانك يا رب، ان الله اذا اراد شيئا هيأ له الاسباب. ونعم بالله. طبعا طبعا اكرر طبعا، اذا اراد الله سبحانه وتعالى شيئا هيأ له الاسباب. صحيح والله صحيح. تقول ايه اللي خلاك كله مسخر لمساعدتك؟ فعلا طبعا صدقت. وتلاقي كل حاجة بتمشي ليس كما تريد بل كما يريد. وما عليك إلا أن تتحرك الحركة الحركة الحركة، وتلاقي ربنا بيسر الأمور سبحانه وتعالى حسب إرادته ومشيئته. وليكن في الله وليكن في ملكه سبحانه وتعالى ما يريد. نعم بالله ونعم بالله. طيب تعالى نعرف اللي ما يعرفش من مشاهدينا، هو أنتوا أصلاً عملتوا ليه وقف النخيل من الأساس؟ لما أنت تروح النهاردة تنشئ مسجد تمنه دخل في الكم في المليون وعدى المليون، وتعمل محطة تمنها ربع مليون، وتلاقيك بتعمل كام بير، البير البير ب 25,000 يعني دخلت لك العشرة بربع مليون، وتلاقي وكل مجال وانت خارج تخيل بتاعت حملة سترة في موضوع تجهيز العرائس والأيتام. عاوزين نعمل حفلات كبيرة، أنا كنت بقول لسعد العزيز عاوزين نعمل زي اللي عملناها في طنطا، قال لي موجود وراني الحاجات العينية اللي بتطلع مساعدات، يعني ده عايز غسالة دي تلاجة، قلت له احنا عاوزين نعمل 50 عروسة تاني زي اللي عملناهم في الغربية ونشيلهم من الألف للياء. طبعا الأجهزة راحت في حتة تانية، الأجهزة الكهربائية وكل حاجة راحت في حتة تانية، الأسعار بس الأجهزة الكهربائية راحت في حتة رابعة. فعشان تعمل بس تجهز عروسة واحدة مبالغ رهيبة طبعا رهيبة طبعا. فكل ده ايه اللي يسده؟ انت يا دوبك بتجيب تمن الوصلة وتمن كذا وتمن كذا وتمن كذا، وتبقى خارج من المكان ما بتعرفش تكفيه، فتلاقي فيه كمية طلبات، يعني انا بيجي لي كمية اتصالات غير طبيعية. اكيد اللي عاوز اللي عاوز ياكل اللي عاوز يشرب اللي عاوز ينام وحاجات، اقول لهم مالهاش دعوة بالمؤسسة خالص. كل واحد بيبقى عنده بصيص امل انك تقف معاه في حياته وتساعده. وانا كشخص فما بالك كمؤسسه دلوقتي في الكول سنتر كميه الاتصالات، انت فكر كميه الاتصالات اللي بتكون في الكول سنتر دي كلها تبرعات. لا، في ناس عندها معاناه كتير جدا بيتصلوا، وفي طبعا حاجات ما بتظهرش في التلفزيون كتير جدا. طبعا بيبقى في متبرع عاوز كذا اقول له في حاله موجوده بكذا، توفقهم لبعض. مساعده عمل من اعمال الخير. ايه اللي يسد كل الجيوب المفتوحه دي؟ وقف عمل زي عمل مشروع استثمار خيري، ساعتها انت بقاعد مطمن بقى. بس في ناس ممكن تبقى يعني تقول لك طب يعني هو فعلا لو افترضنا ان شاء الله وكل المراحل يعني اثمرت بالكامل وبقى في محصول وبقى في كذا، هل ثمن المحصول ده يقدر يعني يسد ويبقى له قول في كل الملفات المفتوحه دي وما اكثرها؟ لا تحقرن صغيره، اوعى تفكر ان ده هو ما يساعدش. مين اللي قال كده؟ النخلة الوحيدة مشروع فيه أكتر من 60,000، النخلة الوحيدة شوف بتخرج كام ألف في السنة، اضرب في 60,000 أكيد دلوقتي الناس كل واحد طلع الموبايل وقاعد بيحسب ورانا دلوقتي خلاص، اضرب في 60,000 شوف المنظر عامل ازاي، شوف الكمية شكلها عامل ازاي دلوقتي. خلاص تخيل بقى ده سنة، وبعد كده الفساد اللي بتطلع ده اللي بتطلع دي، شوف كل ده ما يسدش. إن شاء الله سهل، كمان سهل بركة جاي كل ده ما يسدش، وإن شاء الله جايب البركة يا رب يا رب يا رب اللهم أمين. فكل ده إن شاء الله عز وجل أملنا في ربنا سبحانه وتعالى كبير، إن هذا المشروع مشروع قومي طبعا، مشروع طبعا استثماري، مشروع خيري، نبض الحياة فعلا. بتقول لكل المؤسسات اللي موجودة على أرض الكنانة مصر، انحوا نحونا، اشتغل زي ما احنا بنشتغل علشان خاطر مصر دي فعلا تكون هي المغذي للعالم. نفسنا يا مسهل الحال يا مسهل الحال. نورتنا يا شيخ دكتور كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا، واكيد بشكر كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على المتابعه، وباذن الرحمن يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير. السلام عليكم.